معنا المهندس عمرو بهجت، مدير استاد المقاولين العرب. اهلا بك في بوابه اخبار اليوم. اهلا فندم. حضرتك ممكن تقول لنا الاستعداد التي قامت بها اداره النادي لتجهيز ملعب الاستاد؟ وحضرتك طبعا نظرا لتوقف الدوري الفتره اللي فاتت، فالملعب طبعا كان فتره راحه، وجت تعليمات لموافقات الامن وموافقات الاتحاد ان ان شاء الله المباراه النادي الاهلي هتقام على استاد المقاولين العرب، فتم تجهيز ارضيه الملعب حضرتك لاستقبال التدريبات وان شاء الله لاستقبال المباراه ان شاء الله يوم الاحد. بالنسبه للوحه الالكترونيه التي قام بها عطل منذ فتره، هل قام بتصليحها النادي؟ وحضرتك اللوحه الالكترونيه يا فندم كانت شغاله طبعا، ونظرا برضو لتوقف الدوري وعوامل الجو وعوامل التعريه كان يوجد بها شويه صيانات، فتم مخاطبه الشركه المسؤوله عنها وتم معالجتها وهي تعمل بكفاءه دلوقتي. اداره النادي واداره الاستاد مستعده لاستقبال الوفد الافريقي؟ حضرتك من قبل ما تيجي الموافقات ومعرفة إقامة المباراة على استاد المقاولين العرب، فتم تجهيز منشآت النادي تما خلاف منطقة الاستاد لاستقبال المباراة. تعليقك على تمثيل استاد المقاولين العرب لنهائي أفريقيا؟ هو طبعا حاجة شرف لنادي المقاولين العرب، لأن احنا كده حضرتك بنمثل مصر كلها في أفريقيا. تم تجهيز اي خطه لاستقبال الوفد الافريقي؟ اي خطه يا فندم لاستقبال الوفد طبعا بالنسبه للبروتوكول من قبل الاتحاد، والناحيه التامينيه كلها راجعه للامن والداخليه حضرتك، ومديريه الامن بقى لها اكتر من 4 ايام في اجتماعات ومرور وتفقد منشات النادي كلها حتى يعني اليوم دوت يخرج بمظهر كويس ان شاء الله. بنشكر مهندس عمرو بهجت معانا في بوابه اخبار اليوم. مرسي جدا.